خلونا الأول نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كمان بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين. امبارح أيضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد عدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأعمال التطوير اللي بتتم أيضا في ميناء العين السخنة. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة. كمان أكد الرئيس على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمواطن المصري. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية الصينية والفرنسية والسويسرية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية. وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون مع تحالف الشركات العالمي في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من مكانة دولية رفيعة في مجالها وخبرات فنية وإدارية متميزة، وده في إطار سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيل اللوجستي المتكامل للحاويات، واللي بيعد أكبر ممر لوجستي متكامل لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب بالربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يزيد من حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، بالإضافة لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جولة بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء العين السخنة، وأكد مدبولي أن الجولة بتستهدف افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية للقطاع الخاص في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمتخصصة في صناعات مهمة تستهدف التصدير، وده في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب مثل هذه المشروعات الصناعية وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطورها لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية وكذلك خط السكك الحديدية الجديد داخل الميناء. وخلال الجولة تفقد مدبولي أعمال امتداد الحوض الثاني والمخطط العام له وكذلك مخطط استخدامات الأراضي من حوله بجانب أعمال التجفيف بالحوض. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجان رياضي على ملاعب جهاز الرياضة العسكري بحضور عدد من قادة القوات المسلحة. تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين، اشتملت على كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة ألعاب القوى ورياضة الريشة الطائرة. واتسمت المسابقة بالروح الرياضية العالية، وقدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.